فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عندها خادمة، امرأة تسأل فتقول إن عندها خادمة وقد زنت الخادمة وحملت من رجل، فقامت هذه المرأة الكفيلة بالستر عليها وعلى ذاك الرجل ورحلت الخادمة لبلدها، سؤالها هل ما فعلته صواب أم لا؟ والله هذه مصيبة، ما في شك أنها مصيبة، وما في شك هذه زانية وولدها ينسب إليها ولا ينسب إلى أب، فما فعلته أنها بادرت بتسفيرها وسلمت من شرها، هذا إجراء إن شاء الله أنه سليم. نعم.